داليدا عياش من المصممين اللي بيحضروا المجموعة جديدة. وغير طبعا الصعيد المهني فداليدا بتهتم بعيلتها بشكل كبير جدا وبتديها دايما الأولوية. وفي ناس كتيرة بتتابعها من خلال بوستات وبتشوف اهتمامها بأولادها وزوجها والعلاقة الحلوة اللي بتجمعهم ببعض. وزي ما شفنا من كم يوم لما رامي نزل لها صورة كيوت جدا لما كتب وقال فيها في قلب الفنجان طلعت لي بالفنجان. والناس أيضا بتلاحظ أنه علاقتهم فيها الكثير من الدعم والحب لبعضهم. هم احتفلوا من كم يوم بست سنوات زواج، ولكن في قصة حب ثانية بيعيشها رامي حاليا. ودائما رامي يحرص على أن يظهر حبه الكبير لبنته أيانا على السوشيال ميديا، فهو دائما يشارك متابعينا في بوست تجمعهم مثل هذا الفيديو اللي يغني لها في قصة حب. حبيبة قلبي، هلا بيقولوا دايما الرجال بس يجيب بنت بعد صغيرة يا أيانا. بتعرفي مع الصبي حبيبي أنا عم يقبرني، بس ما بتفش خلقك مثل مع البنت، سو عم فش خلق وعم كتر مع أيانا. أنا وأرام في علاقة وطيدة. وهالعلاقة واضحة بينهم، فسابقا نشر رامي فيديو يجرب ينيم فيه ولدة أرام على التليفون خلال تواجده في مصر. يلا يا حب وصار الكل يعرف أن رامي حنون كثير وأب مثالي لأولاده وعائلته، وعائلته دائماً تي أولوية في حياته. فنحن حبينا نعرف إذا يفكر يكبر هذه العيلة ما الله بيريد، وعلى الأقل نكبر عائلة نكون قادرين نكون مسؤولين. بصراحة ولدين والحياة كلها تغيرت، كيف إذا بعدين؟ وهيدا نداء لكل الناس، يعني ما يجيبوا أولاد وما يكونوا مسؤولين عنهم بصراحة. والمسؤولية زادت مع دخول أرام للمدرسة، وبما أن نحن في موسم باك تو سكول رجعنا نحن ورامي بالزمن لورا عشان نعرف كيف كان رامي التلميذ. كل المعلمات بيقولوا أنه كنت أمشي على السقف. أنا كثير شيطان بالمدرسة، كثير شيطان بالمدرسة، بس شوف حدا شاطر بتصور حده دائما لأنه واو. بس لي فرامي من صغره كان شغفه في مكان ثاني، شاطر فنيا أكثر ورياضيا أكثر بكثير من يعني علميا أكاديميا بالمدرسة بصراحة بقلك. ومع هيدا وكله خلصت كل شيء، خلصت لأنه أمي كانت مديرة مدرسة الله يرحمها وأستاذي يعني وأستاذتي، ومن بعدها خلص اتجهت للموسيقى وبعتبر حالي انه عملت واجبي كامل.